ولمزيد من النقاش والتحليل حول تصاعد أزمة الكهرباء في العراق ينضم إلينا الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي عبر الخط الهاتفي من عمان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، بحسب وزارة الكهرباء في العراق فإن البلاد فقدت 7000 ميجاوات من الكهرباء بسبب خفض إيران واردات الغاز. إذا كان ذلك مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين العراق وإيران، فإلى ماذا ترجع القرار الإيراني؟ حقيقة مسألة الكهرباء مسألة مرتبطة بطبيعة العلاقة بين إيران والعراق. أولا، منذ 2003 وما زال ولغاية الآن، سياسة إيران في العراق هي سياسة مبنية على استهلاك وبنفس الوقت عملية نهب للثروات بأي شكل من الأشكال، مع عدم السماح للصناعات وتوليد الطاقة والزراعة والإنتاج والقطاع الخاص والزراعة وكل أشكال النشاط الاقتصادي العمل على إيقافه والاعتماد على إيران. وهذه سياسة قد إذا استمرت العشرة سنوات القادمة سيصبح العراق جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الإيراني. لذلك نلاحظ أولا هناك غاز مصاحب للنفط العراقي يقدر بحدود حوالي أكثر من 18 مليار متر مكعب بالإمكان إنتاجه سنويا. نعم. وهذا يعطي الإمكانية لسداد أكثر من 60% من الذي يستورده العراق من الغاز من إيران. ولكن تصريحات المسؤولين الفاسدين منذ 2017 ولغاية الآن لم ينتجوا أكثر من 2 إلى 3 مليار متر مكعب من الغاز، يعني لا يسد أقل من 10% من تزويد المحطات التي تعمل بالغاز. لذلك هي سياسة إيرانية ووعود والعمل على الاعتماد على الغاز الإيراني. أما بالنسبة للعراق، العراق في الذروة يحتاج 25,000 ميجاوات، في الشتاء ممكن أن تنخفض إلى 21 أو 22. أي بمعنى أن العراق حاليا بعد توقف مسألة تزويد العراق بالغاز اللي هو يتراوح بين 35 إلى 40 مليار متر مكعب سنويا، نلاحظ ينتج كان نعم. بحدود حوالي 6,000 إلى 6.5 ميجاوات في نعم. داخل العراق. إضافة إلى أن العراق ينتج بحدود حوالي 11.5، علما بأنه 2003 كان العراق ينتج 9.5 طيب ميجاوات. دكتور، نعم، كل ما تفضلت به اصلا، يعني هناك شح بالكهرباء في العراق، وفي كل موسم وخاصه في موسم الصيف يتبدى جليا تاثيرات انقطاع التيار، لكن كل ذلك كيف يمكن ان ينعكس على الحياه المعيشيه والاقتصاديه في العراق؟ حقيقه المعاناه التي يعيشها المواطن العراقي معاناه مزدوجه كثيره، منها سياسيه تنعكس بشكل كبير جدا على حياته المعاشية من خلال التلاعب بالثروات، سرقتها، عمليات الهدر، الوعود الكاذبة للسياسيين منذ 2003 ولغاية اليوم. ولذلك نلاحظ، أنا في اعتقادي الموقف الإيراني هذا ينسجم مع طموحات العراق الوطني، في عملية استعادة عافيته في شيئا فشيئا في عملية تعويض الغاز الإيراني أو الكهرباء التي يستلمها العراق بحدود حوالي 1300 ميجاوات يوميا. لاحظ هذا الجانب سيحفز العراقيين إذا تواجدت النوايا الصافية والنوايا الوطنية والمخلصة حقيقة. ولذلك نلاحظ أن الكاظمي في زيارته لتركيا كان على موعد في مسألة تزويد العراق بالكهرباء، لأنه يدرك أن الأمريكان سيضغطون على الحكومة العراقية أكثر فأكثر، والمهلة كانت 45 يوما. إضافة إلى 2019 أيام عادل عبد المهدي
ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية كعقوبات على إيران، وتوجه العراق إلى السعودية لعمليات الربط، وكذلك أيضا إلى الأردن ومصر. طيب على ذكر هذه الدول دكتور صباح، يعني تركيا اليوم بدأت بإمداد العراق ب 150 ألف ميجا واط، هل سيكون له جدوى في المستقبل؟ لا شك في ذلك. أولا تركيا تمتلك من الطاقة الكهربائية عالية جدا، خصوصا بعد السدود الجديدة التي عملتها، هناك فائض. إضافة إلى مصر والأردن تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية بشكل كبير جدا، وخاصة مصر في السنة الماضية أضافت إلى إنتاجها بحدود حوالي 5.2 ألف ميجا واط. السؤال الأهم دكتور، لماذا يبقى العراق محتاجا للآخرين وهو الذي يستطيع من خلال احتياط الغاز ورقم 10 على مستوى العالم، يعني في احتياط الغاز، لماذا لا يستثمر ذلك؟ يعني هذه مشكلة، والمشكلة الأخرى أيضا أنه لا يستثمر البترول الموجود من أجل يعني إنتاج محطات توليد للكهرباء. إلى ماذا سيبقى محتاجا للآخرين؟ حقيقة يبقى محتاجا، ما زالت هناك حكومات فاسدة وفاشلة في إدارة الاقتصاد العراقي. نعم. حقيقة، ولذلك لا دائما الحلول التي تخرج بها الحكومات الفاسدة على حساب المواطن، مثل ما نلاحظ في الموازنة اللي القادمة للسنة القادمة التي لم تعتمد لغاية الآن، والتي بدأت بعملية تخفيض قيمة الدينار العراقي، وهذا سيشكل خطرا. علما بأنه في مصر قامت تجربة عالية جدا 2015 تعويم الجنيه المصري، الحكومة وفرت 3 إلى 5 مليار وتحمل الشعب، وبعدها تم استقرار الجنيه المصري، وهناك زيادة كبيرة ووظفت الأموال وفارق الأموال في بيع العملة. وصلت الفكرة دكتور، استثمار في جوانب كثيرة. نعم، أشكرك جزيلا دكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.